اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. الله، ما أجمل المدينة المنورة. صدقت يا لؤلؤ، في مكة المكرمة جلال، لأن بها بيت الله ذي الجلال، وفي المدينة المنورة جمال، لأن بها مسجد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. أشكرك على اصطحابك لي في تلك الزيارة يا صاحب البحر. لقد ذكرتني بالبحر وأنا هنا أسبح في أنوار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. تفضلوا تفضلوا تمرا من المدينة، قدمه لي أحد الناس وأصر على أن أخذه. أين هو هذا الرجل؟ أين هو؟ لا تحمل هم الطعام يا لولو، ستجد أكثر الناس هنا يتقربون إلى الله باستقبال الزائرين وإطعامهم. هيا لنزور أيضا جامع قباء. ها هو مسجد قباء. لماذا تحرص على زيارته؟ لأنه أول جامع بني في الإسلام، وللنبي صلى الله عليه وسلم حديث شريف يقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. هيا بنا لنصلي ركعتين. ما كل هذا التمر يا لؤلؤ؟ أحضرته من المدينة المنورة لنتسلى به في الطريق. وقد وصلنا إلى ميناء ضباء، فما حاجتنا إليه؟ ما الذي يغضبك أنت؟ هل أحمله فوق رأسك؟ إنني مشفق عليك. ما هذه الطيبة المفاجئة؟ أنا دائما طيب القلب، ولكنك لا تحس. انتقي ألفاظك يا مرجان. أنت الذي بدأت. ارحماني قليلا، ألا يتغير شعوركما بعد تلك الرحلة الروحانية؟ نعم، كانت زيارة مكة والمدينة أشبه بحلم جميل. أيقظني منه لؤلؤ ومرجان، هيا استعدوا للإبحار سريعا. هيا. وأنا سأستعد كذلك لأستمع إلى بقية القصة. توقفنا عندما جاء طائف من الله ليلا وحول الجنة الخضراء إلى أرض مقفرة. نعم. وماذا حدث بعد ذلك لأصحاب الجنة؟ لا توجد نبتة واحدة سليمة، أو حيوان أو طير. لقد ضعنا بسببك. أنا؟ كان الاقتراح اقتراحك أنت، رفضت أن تعطي المساكين. كنت أنفذ رغبتك لأنك أخي الأصغر وقد أوصاني أبي عليك. بل أنا الذي كنت أتبعك لأنك الأكبر والمفترض أن تكون أكثر حكمة. كلامك هذا يعني أنني لست حكيما؟ بل أحكم الحكماء. انظر إلى دلائل عبقرياتك ونبوغك، الأرض الخضراء من حولك تتحدث عن ذكائك. إنني لا أقبل أن تحدثني بهذا الأسلوب الساخر. وأنا لا أقبل أن تأمرني كأنني خادمك. أحذرك يا صخر أن تتمادى. أرني ماذا ستفعل يا أسد. حرام عليكما، ألا يكفينا ما نحن فيه من خراب؟ هل هذا وقت التلاوم؟ قل له هذا الولد هو المخطئ. إن الجدال قادنا إلى الخصام، وهذا ما كنت أخشاه وأحسب حسابه. ماذا تريد أن تقول؟ لقد اشتركنا جميعا في جريمة واحدة. إن أحدنا قد فكر في الجريمة، ولكننا جميعا اشتركنا فيها. أنت في الحقيقة لم تشاركنا، بل شاركتكما بالسكوت عن الخطأ وعدم الاعتراض. دعونا الآن مما حدث ولنتأمل الدرس. أي درس؟ لنسأل أنفسنا، لماذا عاقبنا الله بالحرمان؟ كان طغياننا هو السبب. لنعترف بذلك، إننا في الحقيقة ارتكبنا جريمتين لا جريمة واحدة. كيف؟ الأولى أننا حرمنا المساكين من الصدقة الواجبة. والثانية؟ كنا نتصور أن العطاء من المال ينقص المال، واكتشفنا الآن أن البخل هو الذي يضيع المال لا الصدقة. يا الخادم،
ماذا قلنا؟ معذرة، نسيت. أيها الأخ الخادم الطيب، هل يمكنك أن تحضر لنا طعام العشاء؟ أيها الأخ الخادم الطيب الجميل، أرجوك أن تسرع، فنحن نتضور جوعا. لقد أحضرته فعلا يا سيدي. أين هو؟ إنني لا أراه. إنه أمامك يا سيدي. ما هذا المزاح؟ كيف تجرؤ؟ ماذا قلنا؟ ألا ترى أنه يسخر منا؟ معاذ الله، لقد أحضرت لك كل ما في البيت من طعام. هل تظنون دواجن لنأكل خبزا يابسا؟ هذا ما نأكله نحن كل يوم يا سيدي. لا بأس، أمرنا لله. هل لديك المزيد من الخبز اليابس؟ لو كان هناك المزيد لقدمته يا سيدي في الحال. انتظر يا أسد، انتظر، اترك لنا شيئا. أهلا بالكريم الحسيب، هل تأخرت عليك؟ لا يا تعز يا أخي، بضع ساعات لا أكثر. أنت تعرف مشاغلي، تجارة الخيل لا تعطيني الفرصة لأقابل الأصدقاء. كان الله في عونك. هل جئت لتشتري خيول؟ بل جئت لأبيع. لماذا تفرط في خيلك الأصيلة؟ لم أعد أحتاج إليها. لا أنصحك بالبيع الآن، الحالة راكدة كما تعلم. لا بأس أن أخفض الثمن، إنني في أشد الحاجة للمال. كم حصاناً بقي لديك؟ 3. سآخذهم جميعاً بقطعتين من الذهب، هذا لأجل خاطرك. أين ذهب الأساس من البيت؟ أهلا يا عم صنعان، إننا نفكر في تغيير الأثاث في البيت، الإنسان يمل بسرعة والتجديد مطلوب. إن من الواجب أن نحضر لكم بعض الطعام. هذا من بعض فضلكم، لا ننسى أبدا الولائم الكبيرة التي كنا جميعا نطعم منها. الرائحة تبدو طيبة، ولكنني في الحقيقة لست جائعا، لست جائعا بالمرة. كما تريد يا سيد صخر. انتظري، لماذا أنت متعجلة؟ ها؟ لا يصح أن أرد هديتكم، سأذوق لقمة صغيرة. طيب، طيب جدا. هل أنت التي أعددت الطعام بنفسك؟ نحن فقراء يا سيدي، وليس لدينا طهاة، نطهو بأيدينا. سلمت يداك يا سلمى، لماذا لا تأكلان معي؟ لا يصح يا سيدي. لقد سمحت لكما، أقصد أنه يسعدني أن تشاركاني الطعام. لقد بعنا كل ما نملك، الأثاث، الخيول، وحتى ملابسنا الحريرية، واستبعدنا كل الخدم، ونوفر في النفقات قدر ما نستطيع. سنظل على تلك الحالة إلى أن نموت. لا شيء يبقى على حاله يا أخي، والأيام دول. لقد عرفنا خطأنا وندمنا على ما فعلنا، المهم الآن كيف نجد طعامنا كل يوم. لا يا أسد، ليس الطعام هو المهم الآن. وما هو الشيء المهم في رأيك؟ أن نخلص التوبة، أن نعزم على عدم العودة إلى ما كنا عليه من طمع وبخل وأنانية. هل تظن أن الله يقبل توبتنا؟ إن الله تعالى وعد بقبول التوبة إن كانت صادقة. إن جريمتنا في الحقيقة أكبر من أن يغفرها الله لنا. هذا ذنب جديد ترتكبه. كيف؟ أن تعتقد أن جريمتك أكبر من عفو الله أو غفرانه. إن رحمة الله وسعت كل شيء. ما كل هذا الطعام؟ نحن اثنان فقط يا سلمى. إنني يا أبي فكرت أن من الواجب أن نرد الجميل إلى أولاد السيد حمدون. بارك الله فيك يا ابنتي، ولكننا الآن نطعمهم كل يوم تقريبا، وأخشى أن يجرح هذا كرامتهم.
والعمل، هل نتركهم يموتون جوعاً؟ كنت أتساءل، لماذا لا يفكر هؤلاء الشباب في العمل؟ إن لديهم الصحة والقدرة على اكتساب أقواتهم. لم يعتادوا ذلك يا أبي، أعذرهم. أرى أنك شديدة التعاطف معهم. أبداً يا أبي، الأمر وما فيه أنهم أصحاب فضل وقد سبقونا إلى المعروف. سمعت أن صخراً سيتزوج قريباً. يتزوج؟ كيف لا يراعي موت أبيه منذ شهور قليلة؟ ألن تذهبي لتقديم الطعام إلى صخر؟ أقصد إلى أولاد السيد حمدون؟ فلتته العروس الجديدة لهم. ما دام الأمر كذلك، لماذا رفضته عندما تقدم لخطبتك؟ لقد رفضت صخر المغرور المتكبر، ولكنه الآن تغير كثيراً يا أبي. أصبح يدعو الله ويسبح كثيراً ويتعامل مع الناس بلطف وأدب. أحسنت يا ابنتي، هذا رأي صائب، ولكن لا قيمة له، فهو ينوي الزواج. هذا صحيح، قال لي إنه يريد الزواج وسألني أن أعيد عليك العرض. حقا؟ لقد فاجأتني يا أبي. الخبر الطيب الآخر أن صخرا وجد عملا، إنه يعلم الصبية ركوب الخيل ويأخذ عن ذلك أجرا قليلا. يبارك الله في القليل إن شاء الله. يجب أن يشعر الحصان بقربك منه وحنانك عليه وثقتك بنفسك وأنت تقوده. والآن إلى التدريب العملي، هيا هيا اتبعوني. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله، لا تعطلني عن الدرس يا صخر. كما قلت لكم يا غلمان، حرف الألف يشبه العصا المستقيمة، وحرف الباء يشبه الإناء وتحته نقطة. أين جواد؟ إنه في الجنة. مات؟ الجنة، الأرض التي كانت مورقة. إنه يجمع الأغصان الجافة ليصنع منها عصياً للفقراء والعجائز. يفعل ذلك بالتأكيد دون أجر، بل بأعظم أجر، التقرب إلى الله تعالى. ليتنا نكون مثله. اللهم آمين. وبعد أن أدرك أصحاب الجنة خطأهم وتابوا إلى الله توبة نصوحة، بدلهم الله أرضا خيرا من أرضهم، فاجتهدوا في زراعتها. أحضرت لكم البذور التي نحتاجها. جئت في وقتك، لقد أتممنا حرث الأرض. الحمد لله الذي أعاننا بالجهد ويسر لنا شراء هذه الأرض. سبحان الله العظيم، هذه بشارة خير. تفضل يا سيد شيبون، أرجو أن تأكل من هذا اللحم. لقد أكلت يا بني أكثر من طاقتي. بالهناء والشفاء. تفضلي يا جدتي، هذا الصنف جيد لا يحتاج إلى عناء في المطبخ. سأحمل عنك الإناء الكبير. إنه ثقيل عليك يا زوجتي، تأكدي أن النساء يأكلن جيدا. سبحان من هذا عطاؤه وتلك نعمته. اللهم أعنا على شكرك وذكرك واجعلنا من المقبولين. سبحانك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. صدق الله العظيم. تاب الله عليهم فأبدلهم جنة طيبة خيرا من جنتهم.
هل فهمت يا بني مغزى القصة؟ نعم، لا ينقص مال من صدقة، ولا يصيب الإنسان منا خير إلا بفضل الله. أحسنت أحسنت. هيا يا صاحب البحر، لقد أعددنا كل شيء. السفينة معدة للإبحار. متى نتحرك يا سيدي؟ والله يعز علي أن أغادر أرضا فيها مكة والمدينة ليعدنا إليها الله على خير إن شاء الله.